رجال انت تحكي وزبط الامور. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. هي تبدا معنا متعه جوست ولا فوفان اس اس تي ولا الاس او ار؟ اس او ار صح جوست واحده جوست من البدايه. هل نجحد؟ هل ستكون صاحب التاهل على الاس اس تي على نوفان؟ واحده واثنين يا عيني على تشوت فايت واثنين، لكن لن يكون الله لن يكون كافيا. بيك واثنين واحد واثنين وان جمب، لكن نوفان من البدايه لتحصيل اللقاء الاول على مين؟ على جوست بالتحديد بجنب ولا اروع بفايت اوبن، يكون قادرا على تحصيل الاقصاء الاول والثاني. يا عيني على متعه اليوم سنشاهدها من مين؟ من فوفان بالتحديد. اليوم جوست هل سيكون قادرا على رد الاعتبار؟ ويكون اجواء المباراه والا لا؟ يا عيني على فوفان ويا عيني على اقصاء ثالث وسبراي وريدوت وثلاثه اقصاءات من البدايه. يقول لكم انا من البدايه الكازاخستاني هنا مسيطر، هنا داخل اجواء المباراه وبقوه. احط 3-0. انا رحت بس كتبت له كلمتين قلت له انه جاهز الروم اللي بعده عشان ما نتاخر. 3-0 فوفان والله. 3-0 تمام. وين جوست؟ ضايع. واحدة واثنين وحش جوست. جوست وتحسين الاقصاء الاول. نعم هلا شو الاحلى من هيك يا راجنر؟ احلى من هيك رح يجي لعنا فوفان يقول مو انا كنت بالحساب. اهلا هذاك الوقت بدي اشخر. يا ويلي على جوست. واحدة وكوست يا عيني ونيت في على فوفان بيستل وليس، لكن خلاص دخل اجواء المباراة بالفعل ولا بدها تصفى لانه دخل اجواء المباراة. والله هلا دخلنا بالاجواء اخيرا. يا عيني على كوست اقوى لاعب فلسطيني يا راجنر ضد اقوى لاعب كازاخستاني موجودين والله. او ثاني اقوى لاعب فلسطيني يمكن هو ودوحة نفس المستوى، ما بعرف والله شو الامور عشان ما نظلم حدا. والله لنشوف الفيارة باعتبار وقاسم واحدة فيك، لكن بدون اي درع خلاص. عطني اقصاء الثالث يا كوس. ما مين امام فوفان. واحدة واثنين جنب واثنين هاي جراوند وليش؟ عطني بالفعل هاي جراوند لكن ما في اي دمج يسكر. خطأ كاد قادرا على تحصيل بسببه حصل الاقصاء الرابع وفوفان واربعة اقصاءات على مين؟ على كوس على الأول على فلسطين. اليوم ماتش لن تكون سهلة بحضور مين؟ وهذا فوفان وحده الكازاخستاني لكن التركي قادر. يا عيني بفان. عليك يا عيني على فوفان بفايت كلوز مرة واثنين وثلاثة بأربعة فايتات حصل منه أربعة كلات كلوز. يا عيني لو اتش بي عودة الخلف هي الكمة بالكامل وليش؟ ارحب جيفارة طلعت عربي لك أمة النبي. أنا معزز لك مبالي أجنبي أمري والله جيفارة. شكرا يا روحي. 7 مينيت تكون لك كافية أن يكون هناك عودة. أنبطي من بعيد سبري ولا أروع ليتو الثاكن وليش ليتو الثاكن بعيد من البعد بعيد كل البعد عن أداء ساكن صاحب التاهل لك 16 دوري 16 واحدة هاي جراوند وليش جنب اثنين لكن ما في هاي دمج يذكر من كلاب راجنر رجعوا لنا هذاك الإيراني. الايراني اخر شيء جاب لك بقول لك جاب كلاب بالله حاضر بس تذكير بسيط بس بعد اذنك راجنر بالله جماعه الاحمر او جماعه اليوتيوب تمام بكره يعني مشان نستمتع بالبطوله اكثر الناس اللايك يحط لايك بس ما راح اطلب اكثر من هيك الناس اللايك يحط لايك على البث بس كمل راجنر يا واحدة وكوست عطني فايت عطني فيها عودة وكباك ليش ولا صعبة واحد من أقوى اللاعبين في كازاخستان وإنما هو التوب 1 صح؟ توب 1 كازاخستان إيه فوفان يا حنيني على كازاخستان واحدة وفايت مراوغة وبالفعل عطني جنب اثنين لكن ما في هاي دمج يسكر من الطرفين مراوغة سنشهدها اليوم عطني إقصان سادس وإلا ماسا يا كوست الإقصان الرابع وعودة وكباك فتأخل على حساب الأول على كازاخستان ويلي عليك وانبطي لكن كل ما ينزل هنا كافية واحدة وثنين جنب يا سلام عطني توج مراوغة رايح يمين رايح يسار ويلي جوست يا عيني على توج لكن كوست وتحصيل الإقصاء الرابع يكون حاضرا وعودة وكمباك ب 5 مينيت 6 سكندز والعداد بانهيار حلو ما عنده درع ما عنده درع فجر حاله حقه الطبيعي شو رأيك يا سيفتي؟ والله للصراحة والأمانة يعني خمس دقايق مضت على الروم شفنا أول خمس دقايق النتيجة كتير متقاربة صاحبي 5-4 النتيجة الشباب ما شاء الله عليهم مو مقصرين بكلات فوفان عم يلعب شوي سيف لو بتلاحظ لأنه صح حقه الطبيعي أتوقع لأنه متقدم يا الطيبين أوبا
سبراي، عنده سبراي هذا اوبا وراسي، عنده ايم، ايمو قوي زومبي اقسم بالله ايمو. انا ايمي تعبان يا شباب، ايمي تعبان انا. ايوه الله اكبر، عنده جامب عيني على هيد شوت، عوده من سحابه الجوست، الجوست كان حاضرا لتحصيل اقصاء خامس. اه يا جوست لو تعود، اه يا جوست لو تعود، اه لو تعود وتكون صح. برو ريسكي بلاي تونايت يس برو ريسكي. ايش قلت؟ ريسكي الافغاني. لا لسه ما لعب، ما فارز هلا. إيه هلا راح يلعب اليوم. عودة وانسحاب واحدة وليش هاي جراوند، استعراض كامل من جوست، لكن هذا الاستعراض لن يكون كافيا يا جوست في هذه البطولة. امامك خصم لن يكون سهلا. واحدة وليش هاي جراوند وتامب. اه يا جوست ما فيك تلعب مع هيك لاعبين. اه يا جوست استعراض يا جوست، ضيعت اسمك، ضيعت هنا الفلسطينيين يشاهدونك وضيعت اسم الزور. الله 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 على نوفان، الله الله على فوفان، والله الله على سبعة اقساط من البداية إلى النهاية. هناك وقت مستقطع بقينا 30 سكند. يا سلام ليك على فوفان، ما ألعبه يا ويلي، ما ألعبه فوفان يا شباب، فوفان مستحيل يا شباب ما ألعبه لحد الآن، ما أخذ منه لعيب لعيب كثير لعيب والله. يا فوفان أين الكازاخستاني اليوم؟ سيكون صاحب التأهل وإلا فلا، وإلا ماسا يا جوست، وإلا ماسا. عطني بيك واحدة اثنين يا عيني على جوست، بيكو اثنين هاي جراوند بالفعل، عطني واحدة ومراوغة، لكن أنت خاسر، لن تكون متأهلا في هذا النتيجة وفي هذا الدم وفي هذا الأداء. واحدة واثنين ردة بيك سكوب والدة، لكن يا ولد الله الله الكل سعد أبوك تلعب والله يلعب. ثلاث دقايق يا صاحبي، ثلاث دقايق فيها كل، والله فيها اكثر من كلين يعني، بس لازم يلعب شوي سيف صاحبنا جوست، لازم يهدي اللعب شوي. عم يلعب كثير استعراض، كثير كثير على الفاضي بصراحه. اللي ضدك وليك طب هذا مو كل فايت بطوله ترى، والله جوست هذا مو فايت بطوله، هيك فايتات البطوله لازم اقل شيء يعني تلعب على الارض، تلعب على ايم، تلعب على بيك، تلعب على كفر. بطوله هي يا صاحبي والله حرام. بيكو بالفعل من فوفان، هل يكون لفوفان تأهل؟ هذا لجوست وحده وشين أبي جوست، معلش فيها رجعة، فيها رجعة ليست كافية، هل فيها كمباك ولا ايش يا جوست؟ وما زال تقولون ولد يا يلا. السلام على ريدوت، يا السلام على هاتلي أوستا، هاتلي الريمونتادة يلا، يا السلام ويا السلام على انتقادات انت ردوا لها، يا عيني على جوست ويا عيني على أداء تقدمه، لكن لن يكون كافيا أمامي أمام فوفان بالتحديد. يا عيني على جوست، عطني فايت وحاول ضغطه بالفعل، ضغطه اثنين جمبو هاي جراوند، لكن ما فيها اي دمج. الله 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 تكشاله ما مبين على الو يا اخي، والله الشباب اداء رهيب ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. واحدة فوفان عطنا الكازاخستاني، هاتوا ريدوت واحدة واثنين وانبطي ثقتي، لكن عودة وانسحاب لن تكون. اوه يا بيكو بالفعل اوف فيك واحد واثنين، لكن لفوفان رأينا والله انا برأيي انتهت يمكن والله. وون مينت 30 سيكند لن تكون كافية للعودة، وإلا ماذا وإلا ماذا أن نقول أنها انتهت ولا ايش يا عزيزي يا جوست؟ هل ستكون المودع للمونديال من البداية؟ الدور الثاني هو هذا الدور، الدور الأول عندهم صح؟ الدور الأول يب يب يب، يعني ما عمل شيء يعني يا حرام الشباب دول لسه أول رومان. واحدة فوفان لايت كراوز، واحدة فوفان، واحدة فوفان جوست ليش؟ حرام جوست أبدا مو بمستوى يا شباب، كم جن يذكر؟ جوست أبدا مو بمستوى، طلقة واحدة صابوا طلقة واحدة يا بشرة، توقعت يقدم أفضل من هيك والله. نايس نايس فوفان والله نايس، تي جي تي جي ليك يقول لك فوفان يمكن أن تصيبني، يمكن أن تدمجني، لكن لا يمكنك أن تهزمني، لا يمكنك أن تدمرني، فأنا هنا الكازاخستاني النمبر وان على كازاخستان. معلش نحكي شغلة يا راجنار، تفضل بدنا دعواتكم يا اخواتي لاهلنا في فلسطين، الله هيك يفرج كربهم يعني ويرحم شهدائهم ويقويهم يا رب هيك ويكون بعونهم. دعواتكم يا اخواتي اللي بعدك، دعواتكم والله دعواتكم للكل يا حبايب، خاصه بغزه يعني لحد هالله ما مبين. جي جي والله والله جي جي جوست. الماتش اللي بعده مين ريسكي هي ال
ثواني هلا عم نقلب. اخذ واحد من تحت. ايوه اخذ واحد من تحت. ايوه هو اخذ واحد من تحت. اتوقع كان مو جاهزين الشباب. والله جي جي يا جوست.